نحن هنا في بين الجراف في المركز الحدودي بين الجراف السعيدية وبورسعيد. نحن هنا من أجل المطالبة بفتح الحدود، المطالبة بفتح الحدود لأنه نطالب أن المسؤولين على المستوى السياسي أن يتركوا القضايا السياسية جانبا ويفتحوا لنا الحدود لاعتبارات اجتماعية وثقافية واقتصادية. على المستوى الاقتصادي المنطقة تعرف اختناق اقتصادي سواء من الجانب المغربي أو الجانب الجزائري. أيضا على المستوى الاجتماعي أسر لا زالت تتكبد عناء ديال الذهاب إلى البيضاء من أجل الممرات الجوية، وبالتالي نطالب بممرات على الأقل ممرات إنسانية عائلية من الغزوات إلى الناظور. وايضا على المستوى الثقافي هناك ركود ثقافي في الوقت اللي في الفتره ديال الثمانينات والفتره ديال التسعينات كان هناك ثقافه، كان مسرح، كان مجموعه ديال الفرق الرياضيه اللي كتنقل بسهوله. الان مع اغلاق هذه الحدود وخاصه من العيب والعار ان تعتبر من بين الحدود الاقدم المغلقه الاقدم على المستوى العالمي، فرغم ما وصلت اليه كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه من صراع ما بين القطبين السابقين، القطب الشرقي والقطب الغربي، إلا أنه تمكنوا في آخر المطاف من خلق ممرات إنسانية. الحدود الوحيدة اللي طلبت الوقت بزاف باش نحل، والشعب المغربي والشعب الجزائري باغي الحدود تنحل. حنا خاطينا من السياسة، علاش نبقاو حنا دابا تصفيت حسابات ولا فاكتور كيخلصوه الشعوب لا الجزائري ولا المغربي؟ حنا نتمناو من الشعب الجزائري يسمع وشنو حنا نقولوا. حنا تقاليد وحدة ودين واحد وماكلة وحدة وكلام واحد، ما عندناش مشكل ما بين الشعب الجزائري والشعب المغربي. علاش كيعذبوا الشعب الجزائري؟ الا بغاو يجيو يزوروا صلة الرحيم، يجيو يزوروا الناس ديالهم هنا في المنطقة الشرقية، هما يسكنوا 3 كيلومتر وكيضربوا جوج سوايع من مطار وهران حتى لكازا، ومن كازا يجيو في التران ولا يجيو في الساتيام يديروا جو يومين باش يوصلوا للمنطقة الشرقية باش يزوروا الحباب ديالهم. علاش ما يخليهمش يدخلوا من هنا؟ وديجا بعدا خصهم بعدا واحد الباطو يمشي من الناظور لوهران، والطيارة خصها تمشي من وجدة مطار انقاد تمشي لوهران. علاش؟ على الاقل من الزاويه ديال فتح الحدود، لانه اعتبار الحدود اننا نعتبر الحدود هي حدود تقتل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. يريد فتح الحدود. هذه المناسبة إن شاء الله نتمنى إن شاء الله ربي يطلق سراح إن شاء الله أن هذا الحدادة إن شاء الله تحل بين الجزائر والمغرب إن شاء الله، وربي يطلق إن شاء الله يكون إن شاء الله الأخوة إن شاء الله بين الشعوب إن شاء الله، وحنا نطلبوا تمنياتنا إن شاء الله باش يكون يعني باش نركبوا في الطيارة من الوهران حتى دار البيضاء. جينا بزاف وعدنا ابن عمنا هنا وعدنا الاخر، كان الحداده محلوله ما عليناش نجيو سيدي الحداده محلوله ان شاء الله، ويكون قايل خير ان شاء الله.